بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هل تعلم أخي الحبيب أن خلايا جسدك تفكر وتشعر وتتخذ القرار؟ هذه دراسة في 8 فبراير 2021، يعني قريبة جدا، منشورة على موقع ساينس ديلي الشهير، تقول بأن خلايا الإنسان، طبعا الإنسان في جسده مئات المليارات من الخلايا، تريليونات من الخلايا، هذه الخلايا لديها قدرة على التفكير والتنسيق بين بعضها واتخاذ القرار السليم. طبعا هذه الدراسة قام بها معهد فرانسيس كريك، قلنا عام 2021، وتبين للعلماء أن الخلايا هي عبارة عن مجموعة من المفكرين الاجتماعيين مثل البشر، وتدلي بأصواتها، يعني هناك ما يمكن أن نسميه شورى بينها، تتعاون، وكل خلية تدلي بصوتها، بحيث أن هناك مجموعة من القرارات يتم اتخاذها في النهاية حسب الأغلبية. يعني أنا الدراسة بالنسبة لي أنا أول مرة أطلع عليها حقيقة، وهي مفاجئة. لمئات السنين نظر الملحدون إلى خلايا الإنسان وجسد الإنسان على أنها أشياء لا تعقل، وأنها نشأت بالمصادفة، وأنه يعني عبارة عن نقاط صغيرة فقط، ولكن تبين أن كل نقطة صغيرة من هذه النقاط وهي الخلية هي مدينة صناعية بالكامل، مدينة صناعية فيها برامج، فيها كمبيوترات، فيها يعني إنتاج بشكل متواصل. ولكن الفرق أيها الأحبة بين المدينة الصناعية الحقيقية وبين المدينة الصناعية التي هي الخلية، أن هذه الخلية تفكك أجزاءها ثم تعيد بناء نفسها من جديد خلال زمن قصير. يعني هناك دائما تجدد في بناء الخلايا، هناك خلايا هارمة تموت وتنشأ خلايا جديدة. طبعا هذه الدراسة تؤكد أن الباحثين قد اكتشفوا أن خلايا، طبعا هذا الكلام ينطبق على كل المخلوقات، من الخلية الأولى القديمة التي خلقها الله قبل 3.5 مليار سنة إلى آخر مخلوق وهو الإنسان، كل هذه الكائنات تنطبق عليها هذه المعلومات. اكتشفوا أن الخلايا تسعى من خلال نشاطها للحصول على معلومات من بعضها لاتخاذ قرارات جماعية بشكل أسرع وأفضل لتنسيق نمو الأوعية الدموية الجديدة. نحن نعلم أيها الأحبة أن كل خلايا الإنسان تعيد بناء نفسها وتنشط نفسها طبعا بقدرة الله سبحانه وتعالى. فهناك دائما أوعية دموية جديدة تنشأ، وخلايا دم جديدة تنشأ وأخرى تموت. هذه العملية من العمليات المعقدة والتي تتطلب اتخاذ قرار سليم، وإلا لو حدث خلل لأدى ذلك إلى حدوث السرطان مباشرة، سبحان الله. فهذا طبعا هذه الدراسة توفر للباحثين يعني آفاقا جديدة لفهم ماذا يحدث داخل الإنسان. طبعا يقولون إن الخلايا تشبه البشر، ولكن الخلية تتميز عن البشر أنها لا تخطئ، تعرف كيف تتخذ القرار الصحيح، سبحان الله. يعني لو كان هناك أخطاء داخل جسدك أيها الإنسان، كارثة. الخلايا دائما تتخذ القرارات الصحيحة
التي يعني تضمن سلامة هذا الكائن الحي. طبعا يعني يقولون أيها الأحبة إن اتخاذ القرارات الجماعية أو الجماعية يكون أسرع وأفضل في حالة نمو أوعية دموية جديدة تسعى الخلايا لاتخاذ هذه القرارات السليمة. هنا أيها الأحبة أنا أحب فقط أن أقول ماذا يحدث، ماذا يحدث أيها الأحبة؟ طبعا البحث طويل، أنا أقرأ لكم من موقع ساينس ديلي، بحث طويل جدا، ولكن أنا سأقرأ لكم البروفيسور زاكي روف ماذا يقول. يقول إذا حدث خطأ في اختيار أو في القرار، في بعض القرارات أو تباطؤ، لاحظوا يعني القرار يجب أن يتم بسرعة وبدقة كما نقول في المكان المناسب والتوقيت المناسب والزمن المناسب، إذا حدث خطأ أو تباطؤ قد يؤدي ذلك إلى يعني حدوث شبكات دموية متفرعة بشكل سيء أو غير طبيعي، مما يحد من تدفق الدم، يعيق تدفق الدم، سبحان الله. وهذا بدوره يمكن أن يساهم في الإصابة بأمراض مثل السرطان، أعاذنا الله وإياكم منه، واعتلال الشبكية وتوسع في هذه الأوعية أو الشعيرات الدموية تؤدي إلى يعني نزف مزمن. طبعا يقولون إننا نسعى لفهم آلية عمل هذه الخلايا وآلية اتخاذ القرار. طيب أنتم أيها الملحدون، أنا أتساءل فقط، تدعون أن هذا المخلوق الذي هو الإنسان جاء نتيجة سلسلة من المصادفات العشوائية، وأنتم حتى الآن لم تفهموا طبيعة عمل الخلايا. طيب أنا سأفترض معكم جدلا أن هذا المخلوق جاء نتيجة تطور عشوائي. بالله عليكم، من الذي أعطى هذه الخلايا التي نحن نقول عنها أنها غير عاقلة، من الذي أعطاها القدرة على التفكير والتنسيق والتواصل فيما بينها وإرسال إشارات فيما بينها والتشاور فيما بينها، وبالنتيجة من الذي أعطاها القدرة على اتخاذ القرار الصحيح؟ يعني نحن البشر إذا اجتمع 10 أشخاص منا نادرا ما يتفقون على قرار واحد. هذه طبيعة البشر، مختلفين. طيب دماغنا فيه 100 مليار خلية، هذه 100 مليار كيف تنسق وترسل رسائل فيما بينها لتتخذ القرار السليم الذي يضمن لك الذاكرة، يضمن لك دماغ صحيح، يضمن لك حياة مطمئنة أيها الإنسان؟ لذلك والله أيها الأحبة ينبغي أن نتفكر في قول الله تبارك وتعالى عندما خاطب كل واحد منا فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه الآيات التي وضعها الله في خلايا جسدنا، في الدم، في البصر، في كل شيء، ما هو الهدف منها؟ الهدف أن نبصر الحقيقة، نبصر أن هناك خالقا عظيما ينبغي أن نعود إليه، ينبغي أن نسارع في التوبة إليه. خالق عظيم أكرمنا أنه وضع لنا هذه الآيات. لذلك أيها الأحبة دائما أنا أحب عندما نرى مثل هذه الآيات أن نقول الحمد لله، لأن الله علمنا ذلك. قال تعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.